اصدقائي كنتمنى لكم تكونوا بخير. هذا هو الماديرو الصحيح ديال الفاز ديال الماده الرياضيات الثالثه اعدادي اللي كنا حنا في القناه واللي هو هذا. كان غنديروا التصحيح ديالو من التمرين الاول حتى التمرين الثالثه وغادي نشرحوه ديتاي. وهذه المره هذه رانا ديجا درت التصحيح غادي نبارطاجي معكم كيفاش مكتوب عندي. ونبداو على بركه الله. اذا غنبداو بالتمرين رقم 1 اللي كيقول لي ايفيكتيفي لي كالكول سوي. عطاونا واحد التمرين ديال العمليات وكلهم كما كتشوفوا غير سنتاري عطاونا نحسبوهم. اذا غنصاوب كل عمليه على حده وغادي نشرح لكم اشنو درنا في كل عمليه. اذا نبدا بعمليه ا. اذا في العمليه ا اللي هي الرسم ديال التربه عامل 2 ناقص 5 رسم ديال التربه اللي هي في هذه الحاله هذه درنا ديفلوبمون يعني 3 ضربناها بجوج وعطاتنا الراسين 3 و 2 الاشاره ديالي ناقص عاوتاني الراسين 3 ضربتها 5 الراسين 2. في هذه الحاله هذه راه بحال اللي عندي الضرب هنايا يمكن لي هاد العوامل نديروهم ياش نبدل لهم العوامل. وهنا كنطبق القاعده ديالي اللي كتقول لي الراسين ديال ا مضروبه الراسين ديال ا كتعطيني ا اللي هي هذه هي جدا 3 منين ضربتها في جدر 3 عطاتني 3 لأن الجدر غادي يطيح وهي اللي خرجت ليا هنايا 3 ودرت 5 مضروبة في 3 عطاتني ناقص 15. هنايا جوج جدر وحولنا الجدر ديال جيت ليان. إذا غادوز العملية بي. إذا في العملية بي اللي عندي 5 جدر جوج عامل جدر جوج ناقص 7 جدر 18. في هذه الحالة اش درنا حتى هو كذلك ديفلوبمون يعني ضربناها في 5 جدر 2 ضربناها في جدر 2 وعاود ضربناها فاش ناقص 7 جدر 2 جينا درنا هنايا 5 عامل ضربناها في جدر 2 ناقص الاشاره ديالي عاوتاني 5 هنايا اشنو درت هنا درت كانت عندي هي 5 جدر 2 قلنا مضروبه فاش 7 جدر 18. في هذه الحالة أنا كنعرف بأن الضرب عندي تبادلي يعني يمكن لي نبدل الحدود ندير الأعداد بوحديتهم وندير الجذور بوحديتهم. أنا هذه يمكن لي نديرها لأن الضرب حيت عندي هنا غير الضرب ما عندي لا زائد لا ناقص عندي الضرب بس كيكون عندي الضرب يمكن لي نبدل الحدود هادشي اللي درت هنا. إذا بدلت الأعداد عطاوني 35 وهنايا طبقت القاعدة ديالي اللي كتقول لي الراسين ديال أ مضروب في الراسين ديال بي كتعطيني الراسين ديال ا و بي وهي اللي طبقت القضية هنا باش تعطيني 36. 36 حصلت عليها كنعرف بأن 36 هو واحد الكاغي باقي اللي كيساوي 6 واللي هي خرجت ليا هنا 35 في 6 كتعطينا 210. إذا 10 ناقص 210 كتعطيني ناقص 100. هنا جدر 2 جدر 2 راه أنا ديجا درناها في التمرين الأول ديال جدر 3 جدر 3 إذا الجدر غيطير غتبقى ليا غير جوج. حلو. إذا بالنسبة للعملية سي نفس الشيء حتى هي عندي ديفلوبي يعني جدر 2 خاصني نديفلوبي بها يعني جدر 2 غادي نضربها بجدر 6 جدر 2 مضروبة بجدر 6 زائد الإشارة ديالي جدر 2 مضروبة بجوج. هنايا غنحاول أنني نطبق القاعدة اللي قلنا اللي هي عندي جدر أ مضروبة بجدر بي كتساوي جدر أ بي غادي نطبقها غنطبقها هنايا وعطاتني هي جدر كبير ديال 6 في 2 هي 12 وهنايا كنسامبليفي يعني كنحيد العملية ديال الضرب وكتبقى 2 جدر. هنايا ما عنديش كندير ليها نقد نسامبليفي بجد نعملو ولا نرجعو لا. إذا هنايا 12 درت ليها ديكومبوزي يعني 12 درتها كتساوي ليا هي جدر 4 مضروب في جدر 3. إذا فرقتها طبقت القاعدة جدر 4 هو واحد لوغاتين بارتي اللي كيساوي 2 هنا غنسامبليكي غتعطيني جدر 3. إذا 12 كتساوي ليا الراسم ديال 12 كتساوي ليا 2 جدر 3 واللي هي 6. هنا ميمكن ليش نجمع هاد الجذور حيت عندي هنايا زائد ميمكن ندير لا تبادل لا في حتى شي حاجة. إذا هادو غيبقاو بحال هاكا. إذا غادي نجيو عند العملية دي كتساوي لينا جوج الراسين ديال 12 عامل
هنا غادي نديرو ديفلوبمون ولكن على ثلاثه ديال لي تيرم. عندنا تيرم و تيرم و تيرم. هادشي اللي درنا، درنا جوج مضروبه جذر 12 هي عطاتنا جوج مضروبه جذر 12 اوكاري. هنايا في هاد العدد هنا باش اللي ما ضاقش راه بحال اللي كنديرو جوج مضروبه جذر 12 مضروبه جذر 12 بحال هكا كتولي الكتابه عندي. اذا هادو جوج غادي نجمعوهم غادي يعطيونا 12 اللي هي القيتين اللي هي اس اثنان. انا بغيت نبين لكم بان اس اثنان، اس اثنان كتعيا الجذر كتلقى ليا 12. عاوتاني هنا جوج جذر 12 مضروبه جذر 3، يعني كنقول جوج جذر 12 مضروبه جذر 3. اشنو غادي ندير انا في هذه الحاله؟ غادي نجمع هذا الجذر ونطبق عليه القاعده، غنجمع هذا الجذر مع هذا الجذر ويعطيني جذر 36. وغادي يبقى لي عاوتاني جوج جذر 12 مضروبه بجذر 6، نفس القضيه هي هذه، درتهم هذو وجمعتهم، يعني طبقت نفس القاعده، يعني غادي نضرب 12 في 6 وغادي تعطيني 62. مزيان، واضح. جينا حسبنا هنا عطاتنا 24، الإشارة ديالي ناقص، هنا جذر 36 كنعرف بأنه واحد راسين فاقي، يعني اللي كيساوي 6 مضروبه في 6، كيعطيني 6. ديما هذوك الاعداد اللي كنضربو بعضياتهم كيتسماو ولا كيتسماو لي غاسين باركور او لي كاري باركور. عاوتاني 72 غادي نقسموها، شنو هي 72؟ اذا انا 72 كنعرفها هي 36 مضروبه بجوج، هي الراتب كتساوي هذه هي الراتب ديال 72، ما قلتهالكمش انا ولكن خرجت لكم الخارج ديالي اللي هو 6 الراتب بجوج. هنايا هذه غادي نقسموها، لقينا جذر 36 مضروبه بجذر جوج، جذر 36 غاسين بارتي هي 6 جذر 2، هي اللي كتبت لكم هنا، هي اللي كتبتها. دابا هنا يمكن لي نضرب عدد بيناتهم، عطاتني 12، وهنايا غادي نقسم هي 12 زائد 12 جذر 2، والعدد ديالي كيبقى بحال هكا ميمكن لياش نجمع. دابا غادي نجي للعملية أو، كنلاحظ بأن العملية أو كتساوي ليا جذر 7 زائد جذر 2 عامل جذر 7 ناقص جذر 2. إذا الكتابة هذه كتشبه ليا الواحد بينهم في تيغو ماركاب اللي قريناها اللي هي أ ناقص بي مضروبة في أ زائد بي، هذه متطابقة هما بدرجة ثلاثة. شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا أ أوكاري ناقص بي أوكاري، كنطبقها مباشرة، كنشد الأ ديالي اللي هو جذر 7 كنديرو أوكاري ناقص جذر جوج اوكاري، اوكاري كيتغير ليا الجذر كتبقى 7 ناقص جوج اللي هي 5. اذا بالنسبه للعمليه غير نفس العمليه، نفس المتطابقه اللي قلنا قبيله اللي هي ا ناقص بي مضروبه في ا زائد بي، نفس العلاقه غادي نطبقوها على هذا التمرين، لان كتساوي لينا هي ا اوكاري ناقص بي اوكاري. غير هنايا غادي هنا عندنا العدد ا هو هذا، اذا هذا هو العدد ا وهذا العدد بي، اذا ا ناقص بي اذا هذا اوكاري ناقص هذا اوكاري. هنايا عندي جوج ديال الاعداد، عدد مضروب عدد، اذا غنطبق القاعده ديال الاس اللي كتقول لي ا بي تو اوكاري، القاعده ديال لا بويسونس. شنو كيساوي لي؟ كيساوي لي ا اوكاري مضروبه بي اوكاري، يعني طبقت القاعده ديالي طبقتها هاد بلاصه، وهي خرجت هي جوج اس اثنان مضروبه في الرصيف ديال 3 أس اثنان. إذا الرسم هكا هي غير جذر غتبقى 3 وجوج أس اثنان هي 4، وغادي نحسب مباشرة 4 هي 12 ناقص كتعطيني ناقص 3 كتعطيني 3. إذا بالنسبة للعملية الجد اللي هي جذر جوج على جوج عامل جذر جوج زائد واحد على جذر جوج، هنا كنديرو ديفلوبمون. إذا التمارين هنا كاملين فيهم ديفلوبمون، يعني أش كندير؟ كنضرب هاد العدد كنضربو بجوج وكنعاود نضربو هاد العدد، إذا عطاني جذر جوج على جوج مضربة في جذر جوج زائد جذر جوج على جوج مضربة في واحد على جوج. هنايا في هذه المرحلة هذي عندي الضرب، يعني في هذه المنطقة اللي كتشوف إذا في هذه البلاصة هذي كاملة عندي الضرب. شنو درت؟ درت لا سامبليفيكاسيون، ملي كيكون عندي الضرب كندير الاختصار أو لا سامبليفيكاسيون اختزال، عندي العدد الفوق كنضرب على كنضرب عليه إذا كان عندي الضرب، كيبقى لي هنا واحد على جوج. وهنايا ذكرنا القاعده كما قررتكم في الاخر، اذا كان عندنا عدد مضروب واحد العدد كسري هاد الكتابه شنو كتساوي؟ قلنا العدد الصحيح ديما كنضربوه في الوسط كيولي هو ا سي على بي. علاش؟ لان ا بحال اللي كنقولوا ا مقسومه على واحد، والضرب كنضربوه في الوسط والمقام في الوسط.
هادشي اللي درنا هنا، عطاتنا هنا زيد جوج في زيد جوج كما قلنا القاعده. اذا زيد جوج زيد جوج مضربه زيد جوج غتعطيني زيد جوج اكس اثنان والاس غيعطيها ثلاثه وغتبقى ليا غتبقى ليا خير. دونك هنا زيد جوج غتطير غيبقى ليا هي واحد واحد، انا ما غنديرش واحد لان المقام عندي هنايا مشترك كما كتشوفوا، المقام هنا جوج والمقام هنا جوج، اذا المقام مشترك كنحسب بيه وكنجمع البسطين كيعطيني ثلاثه على تسالج. اذا ندوز للعمليه الاخيره اللي هي اش. كنلاحظ بان اش هو مجموع ديال جوج ديال المتطابقات العامه اللي كيتساوى على شكل ا ناقص بي لكل استثمار، وهذه قلنا انا كنكتبها بطريقتي، كنتمنى انكم كنتم تتعلموها. اذا ا ناقص بي اس اثنان كنكتبها انا هي ا اس اثنان زائد بي اس اثنان، وفي الاخير عاد كنكتب بك ناقص جوج ا. علاش هادشي كنديرو؟ منين يكونو عندي الكسور باش ديما نحافظ على الكسور في الجهة اليمنى ديالي. كذلك إذا درت أ زائد بي لكل أس إثنان نفس الطريقة، إذا كتساوي ليا هي أ أس إثنان زائد بي أس إثنان زائد جوج أ بي، وهكا أنا طبقت المتطابقة ديالي هنا. درت هنا أ هي هادي هي جدة غنبينا لكم لأن كنشوف بين باقي ما عرفتش المتطابقات. عندي هذه هي ا، هذه ا، وهذه هي بي، وكنطبق عليها القاعده حيت راه بزاف كنلقى المشاكل مع الدراري اللي كيديروا عندي المراجعه، كنلقى عندهم مشاكل في المتطابقات ملي كيشوف ا و بي كيدوخ. لا، ديما ا عوضها بهذاك العدد اللي دابا هنايا ا عوضناها بعدد زيد 3 و بي عوضناها ب 7 غنطبق المتطابق، غنحط عدد كامل ها هو زيد 3 اس 2 هو هذا ا اس 2 صافي. اذا ناس ا اس 2 ا اس 2 هذه هي ا اس 2 زائد بي اس 2، بي هي 7 اس 2 زائد 2 و ا زائد 3 بي 7 صافي. نفس الطريقه درنا هنا، غير هنا درنا ناقص. من بعد ما حسبنا هذه غيطير لنا جدا غتبقى 3، هذه اس 2 49 زائد هنايا 7 قلنا الاعداد كنضربهم بعضياتهم هي 14 زائد كنسامبليفيو كنحيدو بي زائد نفس القضية هنايا غير هنا ناقص، غيولي عندي هاد العددين متقابلين باش عرفتو متقابلين، حيت إلا كان أ الأوبوزي ديالو، أ أوبوزي ديالو هو ناقص ناقص جوجهم المجموع ديال ليزوبوزي أ زائد ناقص أ المجموع ديالو كيساوي ليا صفر. أنا طبقت هنا المجموع إلا جمعتهم كيساوي صفر، اللهم صفر عليهم بحال ما كاين، وغتلقى ليا 49 في جوج هي كلشي هي اور. وكنتمنى بان التمرين الاول سالتو مزيان، ندوزو للتمرين رقم 2. اذا ما تنساش دير ليا لايك تحفيزي وتبارطاجي القناه مع الاصدقاء ديالك وتابوني لك حتى اول مره كتشاهد القناه، وما تنساش دير ليا تعليق على الطريقه واش عجبتك الطريقه بحال هكا او لا. اذا اكزرسيس نيميرو 2 كنت اون كونسيديري لا فيغور سويفون اونيتي اي لو سنتيمتر. اذا عندنا هذا الفيغور هذا الشكل هذا، كنلاحظ بان الابي كتساوي 5 جذر 12 ناقص جذر 75 والابي كتساوي 5 جذر 3. اذا قالوا لي اول سؤال اكري هاد الكتابه هاد ابي اللي هي ابي نكتبو على شكل ا رصيف بي، او ا اي بي سون لي نومبر اونتي رولاتيف بي ايتان كو بلو موان كو. اذا بي صغيره بوسيبل، بي صغيره على هما اعداد اللي صحيحه نسبيه. هاد الكتابه هادي غادي نردو على هاد الشكل، نعاودو نقراو التمرين ديالنا وغنبقى نديرو سؤال سؤال باش نفهمو مزيان. إذا بالنسبة للسؤال الأول، الكتابة ديالنا اللي هي 5 زيد 12 ناقص زيد 75 غنحاولو أننا نفكوها باش نردو على شكل أ زيد بي اللي هي 5 زيد 3. كيفاش درنا ليها؟ هنايا طبقنا القاعدة ديالنا اللي قلنا إلا كان عندنا راسين أ بي كيساوي الراسين ديال أ مضروب راسين بي، والإشارة أن الدروس عندكم مرتبطين، يعني افتحاف الراسين راه يبقى تابعك حتى للهندسة وتابعك بزاف ديال الحاجات صافي. وهنا هذه هي العلاقة اللي درنا باش فككنا هاد الراسين ديال 12 باش فككنا الراسين ديال 75. وهاد الحالة هذه ملي كنقسمو كنحاولو نقلبو على لي كاري بارفي، ولي كاري بارفي رانا كليكم راه كاين اللي كاين اللي قرا وكاين اللي ما عرفش. كاري بارفي هو هذاك العدد اللي كنقلب عليه مثلا بحال 25، شناهو 25؟ كتساوي ليا هي 5 مضروبة 5. هادوك الأعداد اللي كيكونوا عندنا
اللي كيكونوا عندنا في الجدول الضرب جوج مضروب في جوج، هذوك كيتسموا لي كاري بارتي، اربعه مضروبه في اربعه صافي. دابا ملي كنجي ندير انايا زائد 25 ما كنديرش 5 في 5، كندير غير 5 وهي غادي. دابا هنايا زائد 25 عطاتني 5 وزائد 4 عطاتني 2 و2 في 5 هي 10. هنايا عندي 10 زائد 3 ناقص 5 زائد 3، بحال اللي كنقول عندي 10 ديال 10 ديال الطيور غنحيدو منهم 10 ديال الطيور. هنا كاين اللي كيوصل لهاد البلاصه هادي ما كيعرفش يحسب كيف لا، الا وصلتي لهاد البلاصه حساب دا سيدي حساب زائد 3 ودير 10 ناقص 5 غتعطيك 5. إذا أنا هاد السؤال الأول أحنا صاوبين. إذا السؤال الثاني قالوا لي كيلي لا ناتيغ إكزاكت أ بي سي، شناهي لا ناتيغ إكزاكت؟ حنا إذا شفناه بعينينا راه غادي نقولوا بأنه ياش مربع جيد، ولكن قالوا لنا جو سي في تا ريبونس، نبينوا لا ريبونس ديالك. إذا الجواب ديالي كنقولوا أن أ بي كتساوي لينا، أ بي كتساوي لينا 5 زائد 3. السؤال الأول منين حسبنا الـ أ بي، السؤال الأول لقيناها كتساوي 5 زائد 3، إذا هاد العدد كامل حسبنا العدد قبيلة اللي هو 5 زائد 12 ناقص زائد 75 لقيناه كيساوي لينا 5 زائد 3. وهنا غادي نستنتجو بأن الضلع ديالنا اللي هو ار بي كيساوي لينا الضلع الار بي، وعندنا بأن الشكل واحد الزاوية قائمة، إذا ار بي القطعة ار بي عمودي على القطعة ار بي، دونك كنقولو لا ناتيغ ديال ار بي سي تي اي ان كاري. إذا السؤال سي ديتيرميني لو بيريمتر ا بي سي تي سو لا فورم لا بلو سامبل بوسيبل، غادي نحسبو دابا المحيط ديال هاد المقطع اللي هو لو بيريمتر. إذا قلنا لو بيريمتر باش نحسبوه بي كيساوي لنا 4 فوا ا بي، إذا 4 في سي، كنعرف بأن البيريمتر العلاقة ديالو المحيط ديال المربع كتساوي مجموع ديال الأضلاع ولا كتساوي 4 مضروبة كوتي، كوتي اللي هو ضلع، لأن الأضلاع عندهم تقيسة. وهنا الضلع عندنا هو اما ار بي واما ار دي، واحد فيهم اللي كيساوي 5 زائد 4. وهنايا في هذه الحاله كنضرب العدد العدد بحال اللي راه عندي فيه هنا، كنضرب غير هاد العددين بجوج، 4 كتعطيني 20 وكنخليه جرا وكنكتب سنتيمتر لان عندي هذا محيط. اذا السؤال دي ديتيرميني لا فالور اكزاكت ديال الضلع، كنحسبوا لا فالور يعني القيمه ديال المساحه ديال هاد المربع. هنايا كنعرفوا بأن المساحة R ديال المربع كتساوي لينا ياش سي أو كاري، يعني كوتي أو كاري، أولا كتساوي لينا سي فوا سي، يعني كوتي في كوتي. كنجد هنايا كنقول بأن المساحة ديالي كتساوي ليا سي في سي، وأنا السي كوتي عندي هي أر بي، يا إما أر بي يا إما أر سي يا إما أر بي يا إما بي سي، وحدة في اليوم. إذا أنا اختاريت أر بي، أر بي مضروبة في أر بي، أر بي هي 5 جذر 5 مضروبة في 5 جذر 5. هنا قلنا بأن الضرب تبادلي، يمكن لي هاد الكتابة مكتوبة على شكل قلنا 5 زائد 3 مضروبة 5 زائد 3، يمكن لي هنا نبدل الحدود، يمكن لي ندير هي 5 مضروبة 5 مضروبة زائد 3 مضروبة زائد 3، وهنايا نحاول أنني نطبق القاعدة ديالي باش نحصل على العدد 3. مزيان فوالا، باش نبينو هي هادي لي جينا هنا درنا ليها أس إثنان، هنا درنا أس إثنان باش نحسبو على ثلاثة، ثلاثة في 25 هي 75، وما نساوش سنتيمتر مربع لأن لي كنهضر مع لافالور إكزاكت ديال لا، نهضر مع المساحة. وندوزو دابا التمرين رقم ثلاثة. إذا هنا أوبسيرفي لا فيديو سويت، لاحظ مزيان الشكل ديالنا، وعطينا بأن الكأش لي هو هذا باغاليل أبي متوازي. إذا الأسئلة مطروحين أ كالكولي لي فالور إكزاكت ديال أر بي وأس أر بي وأس سي من هنا وديال أر بي، نحسبو القيمتين ديال هاد أر بي والأس دي دو دي مونتخي كو لو تخيون ديال أر بي سي تي إر كونكلو أ، ونبينو بأن هاد المثلث هذا قائم بالزاوية في النقطة، يعني مش قائم بالزاوية هنا خصنا نبينو. من بعد كالكولي لا فالور إكزاكت ديال كا أش، ونحسبو القيمة ديال هاد كا أش. إذا في هذه الحالة غادي نحسبو أر سي، أش غادي نقولو؟ أون أ أش سي، هاد المثلث أ أش سي مالو؟ قائم بالزاوية في أش، هو هنا قائم بالزاوية، إذا يمكن لي نطبق عليه فيثاغورس، دونك غنقول أر سي اللي هو الوتر أو كاري كيساوي ليا سي أش أو كاري زائد أ أش أو كاري، يعني طبقت، وهنايا باش نحيد الأو كاري شنو درت؟ درت الراسي. صافي انا هكا كنخدم،
باش نحيد اوكاري درت جيتا كيساوي جيتا هادشي كامل. جيت هنايا عوضت الاعداد ديالي سي اش عندي هي 12 هي 12 اس 2 زائد الا اش هي 6 6 اس 2 كتعطينا 144 زائد 36 هي 180. في هذه الحاله غنحاول انني نفكك 180 هي 29 و 20 هي 4 ب 5 باش نكتبها لكم هنايا. قلنا هي 9 مضروبه 20 كتعطيني هما كاع نقلبوها حنا كاع نقولوا هي 90 في 2 90 مضروبه في 2 90 هي 45 في 2 45 مضروبه في 2 مضروبه في 2. اذا هنا الراسين ديال هكا الراسين هكا هذه غادي تخرج غتولي هي هي غتولي هي 2 وهنا 45 هي 9 مضروبه 5 9 غتخرج غتولي هي 3 هي 2 مضروبه 3 تعطيني هي 6 زائد 5 اللي كتبت لكم هنا ها هي 6 زائد 5 هادو 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 غادي يخرجوا بجوج غتولي هذه 3 وهذه غتولي 2 و 3 2 هي 6 زائد 5 دابا غادي نحسب ار. اذا ار بي غادي نعتبر المثلث ديالي ديما فاش كنبغي نخدم بيتاغورس كنحدد المساحه اللي غادي نخدم فيها. اذا انا غادي نخدم بهذا المثلث هذا هذا المثلث الاحمر غادي نخدم فيه. عندي قائمه الزاويه في اش اذا كنقول بان ار اش بي اي ريكتانجل اون اش اذا قائمه الزاويه في اش الو اذا نطبق البيتاغورس يعني الوتر ديالي هو ار بي ليكوتينيس او كاري كيساوي ال اش او كاري زائد اش بي او كاري. بغيت انا غير ار بي نحسب غير ار بي بوحدها اذا كندير الجذر كنحيد الاس كندير الجذر بحال هاد الكتابه. اذا كانت عندي ا اس 2 كتساوي لي واحد العدد مثلا 4 ال ا شنو كتساوي كتساوي جذر 4 اللي كتعطيني هو 2 هنايا من ا هي 2 اس 2 هنا طبقت القاعده باش عقلوا على هاد القاعده ديما فاش بغيت تحيد الاس 2 ديال العدد ديال الجذر هادشي اللي كنطبق انا هنا هنايا الاس 2 حيدناها درنا الجذر على العدد كامل هنا حسبناهم عندنا ال ا اش هي 6 درنا 6 اوكاري زائد 3 اوكاري 3 اوكاري اللي هي بي اش كتعطيني هي 36 زائد 9 9 هي 45 45 كتساوي لي 9 مضروبه 3 طبقت القاعده ديال الجذر المربع اللي كتساوي جذر ا بي كيساوي هو جذر ا مضروب جذر بي شي جذور مهم من القواعد ديالي. هاد العلاقة طبقتها هنايا على 45 فكت 45 إذا 3 هو راسي باتي كتساوي 3 9 مضروبة جذر 5 اللي هي ا. إذا غندوز سؤال بي لي بدي ديمونتخي كو لو تخيونكل ا بي سي اي ريكتونكل هاد المثلث كامل اللي عندنا خاصنا نبينو بأنه ريكتونكل في ا. خصنا نبينو بأنه قائم الزاوية فين؟ في النقطة أ، يعني هنا خصنا نبينو بأنه قائم الزاوية، هنا شنو خصنا نديرو؟ باش نبينو قلنا غادي نحسبو كل ضلع على حدة، إذا عندنا الضلع الأول حسبنا الأس سي أو كاري، لقينا الأس سي هي 6 جذر 5، حسبناها أو كاري، فككناها لا بويسونس، إذا هي 36 ضرب 5 كتعطينا 180، جينا الأر بي حسبناها حتى هي. لقيناها كتعطينا 45 وهنايا رانا طبقت القاعده ديال لابويسي وحسبت البي سي وهنايا البي سي على جدت هاد العددين باش يبانو لكم لان البي سي من هنا لهنا شنو كتساوي القطعه كتساوي هي هاد المسافه زائد هاد المسافه هي اللي درت هنا بي اش زائد اش سي من كل اوكاري كتعطيني هي البي سي ملي جمعتهم هي 15 اوكاري كتعطينا 225 هنايا شنو كنلاحظ كنلاحظ بان البي سي او كاري كتساوي لي المجموع ديالها ديال ا بي او كاري زائد ا سي او كاري. علاش؟ لان ا اس ا بي قلنا هي 45 اذا زدنا عليها 180 غادي تعطينا البي سي او كاري اللي هي 225 وهنا غادي نستنتج بان البي سي بان البي سي هو الوتر ديال المثلث. دونك دابخي لو تيوريم بيتاغورس عندنا البي سي او كاري كتساوي الو غنستنتج بان هذا التريونغ ديالي اي ريكتونغل اون. اذا اخر سؤال عندنا هو كالكولي لا فالور اكزاكت دو كا اش. بغينا هذا الكا اش الطول ديالو شحال كي غندير نحسبوه
إذا عندنا قلنا بأن كأش باراليل أبي، قلنا التمرين الأول بأن كأش مالو كيوازي ليا أبي. إذا هنايا عندي المدلات قائم الزاوية، المهم عندي ديال العين في المدلات متوازن. إذا ندير دبك لو تيورين دو طاليس، إذا انطلاقا من طاليس شنو كتقول ليا؟ المسافة سي أش مقسومة على المسافة سي أ كتساوي المسافة سي أش على سي بي كتساوي المسافة كا أش على أ على أ بي. هادشي اللي درنا هنا، درنا سي كا على سي كا على سي أ كتساوي سي أش على سي بي كتساوي، وكناخدو ألوغ كناخد من العلاقة ديالي كناخد غير هاد المتساوية حيت هي اللي بغيتي. حيت هادو هما القيم كاملين اللي معروفين، أنا عارف القيمة ديال أ بي شحال كتساوي، عارف القيمة ديال بي سي شحال كتساوي، وعارف القيمة ديال سي أش شحال كتساوي، وكنقلب على الكا أش. خديت من هنايا درت خدوي أون خوا، يعني جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين، وخرجنا الكا أش كما كتساوي هي الأ بي مضروبة في سي أش، سي أش اللي هي أ سي، والسي بي هي اللي هي بي سي. عوضنا كل عملية، قلنا الأ بي هي 3 جداء 5 مضروبة في 12 اللي هي سي أش على 15 اللي هي بي سي. احتسبنا هنايا 3 بقات لنا هنايا 5، وهنايا هي 12 على 5 جدت 5. هادشي هذا هو الحل ديال هاد الامتحان هذا. كنتمنى النال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع الامتحان، وكتبوا لي التعليق ديالكم كيف جاكم هاد الامتحان. نشوفكم على خير، بون كوراج في الموت، السلام عليكم.